مؤمل يرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الصراحة راحة. ناس خائفة منه واجد وناس تستخف به بعد واجب، والاحتياط واجب والوقاية لنا ولغيرنا. وسؤال الحلقة، ماخذ احتياطك ويا هالمرض لو مو مفتكر تغسل ايدك تعقمها تصافح تقبل عادي الله يسلمك، مو بك الزود يعني تصافح يعني؟ لا مو انا سويت تصافح. اذا لمست شيء او لمست احد تغسل ايدك بعدين؟ هو يصير شيء باستمرار يعني. لا هالفترة حين تغسل ايدك عقب ما نعم احسنت. يعني عادي مو اوفر له كل شيء يعني. الاشياء الطبيعية حق الجوال يعني. حقك بس عايش حقي انا؟ عادي صراحة ما في ولا شيء. لا كمام ولا شيء عادي احسن مو. إذا سلمت على واحد تغسل لك بعدين؟ لا مشكلة. ليش؟ أنت مش درى شيء مصاب؟ أكيد ما عندي فكرة، بس يعني هو الحذر واجب عموما يعني، بس إنه بشكل يعني زيادة عن اللزوم ما أعتقد يعني. بس تبعك تستخف بالمرض؟ لا زيادة عن اللزوم. بالعكس لا ما أستخف، بس يعني مو شرط يعني مي حلوة يعني. بجي أسلم على شخص بعد نسيبه غسل يدي يعني. الحين في ناس ما تصافح. والله كل إنسان ورايه، بس أنا عندي عقل يعني. مرض الكورونا. الله يستر منا إن شاء الله. إن شاء الله. يستر علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. ما أخذ احتياطك منا لولا. من الله الاحتياط. أنت ما سمعت عن الوقاية من المرض؟ سمعت. إنزين ما تغسل يدك لا سمعت على واحد. إيداتي بلا غسل إيداتي. يعني ما أخذ احتياطك. ما أخذ احتياطي بس غسل إيداتي، ولكن متوكل على الله. ولن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم. تلبس كمامة بعد؟ لا لا توكلت على الله غير الله ما. ولن يشفيكم إلا ربي. لازم احتياطات ناخذها، بس مو لديك الدرجة عن أنه شيء يخوف. فيروس عادي بس ما سمع من بعض الأطباء. فيروس لكن الحين تلك كم واحد صادق؟ ما أعرف أنا أكثر من 100,000 واحد. يعني مستخفى بس لا مو مستخفى بس وش احتياطك لما اخذ الهلال مثلا؟ يعني انا عندي احتياطات في البيت، مسوي احتياطات واجد تعقيمات والاشياء مش ما اثقفه لازم مصافحه خفيفه بعد اذا واحد مدي له لازم لابد منه بس قبل بعد اذا هو مبادر لشيء لا الشخص الثاني لا انا ما بادر انا حتى صراحه صلاه جماعه وده شوي تنحت عن هذا يعني. ما لا قمت ما اروح. واخذ احتياطاتي لا اروح المسجد واطلع المسجد لازم اسوي تطهير ليدي بالمطهرات. المسجد حطينا فيه مطهر. اذا ما في اجتماعات كثيره الا نحتاج الى استخدام الكمامات. في حاله الوجود مثلا سعال وما سعال نقول للي في المسجد هذا الشخص لا يجي مثلا يصلي معانا في هالفترة مدة اللي عند السعال. يعني إذا عنده زكام عادي، طبعا احنا بني جمرة لحد الآن ما فيها إصابات يعني ولا فيها مؤشر للإصابة، يعني حتى مؤشر لإصابة، لأن أعراض الكورونا تبدأ بالمثل بارتفاع الحرارة، تبدأ مثلا بآلام في الصدر، تبدأ مثلا بأعراض تشبه أعراض الصداع ولكن بدرجة أصعب، تبدأ بالسعال الحاد وبألم في الحنجرة. فلذلك احنا نعرف أي شخص عنده مثلا عنده سعال حاد نعلن على في مساجدنا نقول يا أخي أنت 3 أيام إلى أن خفت سعلك تعاصل، لا تسبب عدوى إلى إخوانك المسلمين. أنت فاهمات أو روح افحص في المستشفى. نستخدم الغازات في بعض الحالات، تخرج من الحمام مثلا تغسل يدك بالصابون، بغيت تشيل أشياء بعض الكشرة والمخلفات تلبس القفاز، بغيت تنظيف مثلا الطاولات مع البيت، حلقات الأبواب، حلقة الباب اللي هو مالته الهندل على قولتهم الإنجليش الهندل هذا النطفة يعني بالمطهر هذا. لا ما أخذ احتياطات يا أخي. شلون في الوش ما أخذ؟ يعني إن ما أختلط مثلا مع جماعات كبيرة أو غيرها. المطهرات استخدمها قدر الامكان يعني في البيت يستخدمونهم ان ينظفون لما ارجع من السوبر ماركت او غيره اغسل ايدي بصابون لمده 20 ثانيه. هذه الامور بسيطه يعني.
لا مبالغ كلش ولا اني يعني مو معترف بالموضوع. واحنا نقول ان الخوف واجب مو زين، والاستخفاف واجب بعد مو زين، والاحتياط واجب لان الاحتياط وقاية لنا ولغيرنا.